صناعة الأفلام المصرية بتتكلم عن حاجة واحدة بس اليوم، فيلم عاشق. فيلم الدراما الرومانسي المنتظر ده كسر الدنيا في شباك التذاكر. الفيلم اللي نزل يوم insert release date حقق رقم قياسي في أول يوم عرضه، دخل 1,000,000 جنيه مصري. النجاح ده عمل ضجة كبيرة في الوسط الفني وخلى فيلم عاشق حدث سينمائي مهم. الفيلم قصته حلوة والممثلين أدائهم ممتاز والإخراج قوي، كل ده عجب الجمهور. الناس كلها بتتكلم عن الفيلم وده خلاه من أهم أفلام السنة. الإيرادات الكبيرة اللي حققها الفيلم بتدل على المجهود الكبير اللي بذله كل الممثلين والعاملين في الفيلم. عاشق خطط في قلوب الناس وخلاهم عايزين يشوفوا أكتر. نجاحه ده ملهم لكل صناع الأفلام وبيفكرنا بقوة الحكاية في السينما المصرية. إن فيلم يجذب ناس بالشكل ده معناه إن الفيلم حلو فعلاً. عاشق مش مجرد فيلم رومانسي، ده ظاهرة ثقافية أثرت في مصر كلها. فيلم عاشق بيحكي قصة حب وخسارة وتعقيدات العلاقات. الفيلم مش مجرد قصة حب عادية، لكنه بيغوص في أعماق المشاعر الإنسانية والتحديات اللي بتواجه أي علاقة. الفيلم بيورينا حياة شابين، آدم وياسمين، اللي بيمثلهم الموهوبين أحمد حاتم وأسماء أبو ليزيد. أدائهم الرائع بيخلي الشخصيات حقيقية وقريبة من القلب. بيتقابلوا بالصدفة في شوارع القاهرة وبتنشأ بينهم قصة حب قوية. القاهرة المدينة اللي مليانة حياة وحيوية بتكون الخلفية المثالية لقصة حبهم، لكن رحلتهم مش سهلة خالص. كل خطوة بياخدوها بتكون مليانة تحديات وصعوبات، بيواجهوا توقعات المجتمع وطموحاتهم الشخصية وأعباء الماضي. المجتمع دايماً عنده توقعات معينة وده بيخلي الأمور أصعب، وكل ما حبهم بيزيد بتزيد معاه التحديات اللي بتواجههم. الحب مش دايماً بيكون كافي لتخطي كل العقبات. آدم فنان موهوب بيحاول يحقق حلمه ولازم يختار بين شغفه ومتطلبات عيلته. الفن بالنسبة له مش مجرد هواية لكنه جزء من هويته. وياسمين بنت عندها إرادة قوية ونفسها تكون مستقلة وبتحاول تتخلص من قيود العادات والتقاليد. هي مش بس بتحارب من أجل حبها لكن كمان من أجل حريتها الشخصية. حبهم بيتحط تحت الاختبار وهما بيحاولوا يتغلبوا على الصعوبات دي وبيكونوا مجبرين ياخدوا قرارات صعبة هتحدد مصيرهم. القرارات دي مش بس هتأثر على علاقتهم لكن كمان على حياتهم الشخصية. هل حبهم هيكون أقوى من كل العواقب دي؟ هل هيقدروا يتغلبوا على كل التحديات اللي بتواجههم؟ ولا هيخضعوا للضغوط اللي بتحاول تفرقهم؟ الضغوط دي ممكن تكون من المجتمع أو من داخلهم نفسهم. عاشق بيتناول الأسئلة دي بمشاعر صادقة وعميقة وبيخلي الجمهور متشوق لآخر لحظة. الفيلم بيخليك تحس بكل لحظة وكل مشهد بيكون مليان مشاعر. القصة بتاعة الفيلم بتلمس كل الناس وبتفكرنا إن الحب قوة كبيرة ممكن تتغلب على أصعب التحديات. الحب الحقيقي بيكون دايماً أقوى من أي حاجة تانية. الكيمياء بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد على الشاشة واضحة جداً. من أول لحظة ظهروا فيها مع بعض الجمهور حس بترابطهم وتفاهمهم. تمثيلهم في فيلم عاشق كان طبيعي وجامد وده خلى المشاهدين يعيشوا قصة حبهم بكل مشاعرها. كل مشهد كان مليان بالعواطف الحقيقية وده خلى الفيلم يلمس قلوب الناس. ودي مش أول مرة يشاركوا فيها سوا، اشتغلوا مع بعض في كذا مشروع قبل كده وكل مرة كانوا بيقدموا أداء مميز. هما اشتغلوا مع بعض قبل كده في مشاريع ناجحة وأثبتوا إنهم ثنائي ناجح على الشاشة. الجمهور دايماً بيستني أعمالهم بفارغ الصبر. أول مشروع جمعهم كان Name of the First Project وهو of the project اللي حقق نجاح كبير وخلاهم من النجوم الصاعدين في الوسط الفني. الفيلم ده كان نقطة تحول في مسيرتهم ومن أول عمل ليهم الكيمياء بينهم كانت باينة وده عجب الجمهور وخلاه مستني منهم أعمال تانية. الجمهور كان دايماً متحمس يشوفهم في أدوار جديدة وبعد كده شاركوا في أعمال تانية زي
of the second project. كل مشروع كان بيضيف لتاريخهم الفني. والجانر of the third project اللي أظهر جوانب جديدة من مواهبهم. وفي كل مرة كانوا بيثبتوا إنهم متمكنين من تمثيلهم. أدائهم كان دايماً بيبهر الجمهور والنقاد. كل مشروع كان بيديلهم فرصة يظهروا مواهبهم وقدراتهم التمثيلية. كانوا دايماً بيختاروا أدوار تتحدى قدراتهم. تاريخهم الفني مع بعض بيأكد إن علاقتهم قوية مبنية على الاحترام، وده باين في تمثيلهم في فيلم عاشق. علاقتهم المهنية كانت دايماً مصدر إلهام لزملائهم في الوسط الفني. فيلم عاشق كان المفروض ينزل في original release date، لكن حصلت ظروف خارجة عن إرادة صناع الفيلم، زي تحديات في التصوير وجائحة كورونا. الجائحة أثرت على كل جوانب الحياة، بما في ذلك صناعة السينما. التصوير توقف لفترات طويلة، والقيود الصحية كانت صارمة. تأجيل الفيلم زاد من حماس الناس اللي مستنياه. الجمهور كان متشوق يشوف الفيلم، وكل تأجيل كان بيزيد من الترقب. المعجبين كانوا مستنيين الفيلم بفارغ الصبر، وكانوا بيتكلموا عنه كتير على السوشيال ميديا. التغريدات والتعليقات كانت كلها عن الفيلم، والكل كان بيتساءل إمتي هيتم عرضه. والتأجيل ده رغم إنه ما كانش مقصود، إلا إنه كان في صالح الفيلم. الوقت الإضافي ده سمح لصناع الفيلم إنهم يشتغلوا على تحسين كل التفاصيل، وخلى الناس كلها تتكلم عنه، وحول فيلم عاشق لحدث سينمائي مهم لازم يتشاف. الأخبار والتقارير كانت كلها عن الفيلم، والكل كان بيتكلم عن موعد عرضه. صناع الفيلم استغلوا الوقت ده عشان يراجعوا الفيلم ويحسنوا كل حاجة فيه. كانوا بيشتغلوا على المونتاج والمؤثرات البصرية والموسيقى التصويرية. كانوا عارفين إن الناس مستنياهم، وكانوا عايزين يقدموا فيلم على أعلى مستوى. كل مشهد كان بيتراجع بعناية، وكل تفصيلة كانت بتتزبط. الفترة الطويلة اللي قضوها في تحضير الفيلم بعد التصوير ساعدتهم يهتموا بأدق التفاصيل، ويطوروا من المؤثرات البصرية والموسيقى التصويرية والجودة بشكل عام. المؤثرات البصرية كانت بتتزبط بعناية، والموسيقى التصويرية كانت بتتسجل بأعلى جودة. كل حاجة كانت تتعمل عشان الفيلم